السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، حوايجكم طيبة على خير. دونك فيديو اليوم بغيت ندوي لكم على المخيم الصيفي أو على الكونديتي. دونك بالنسبة لي أنا شخصيا في نهاية السنة، يعني فاش كنسالي مع لي زانفون من بعد يوم السيس، كنخصص واحد الشهر اللي هو شهر 7 كمخيم صيفي. ما تيباتوش فيه الوليدات، كيجيو من الصباح حتى العشية، تيكونوا فيه أنشطة، تيكونوا أنشطة مخالفين الأنشطة ديال الوسط العام، ولكن هذوك الأنشطة ضروري تيكون لهم أهداف، وتيكون داك الجو الصيفي تيكون في داخل دوك الأنشطة. كل أسبوع تنخدم بمحاور داكوغ، من الاثنين حتى للجمعة، وهذوك المحاور تنحاول نوظفهم مثلا في الرياضة، في الموسيقى، في الطبخ، في يعني اللغة الفرنسية، الإنجليزية، في المسرح، دوك لي زيكسبيريونس سيانتيفيك، التجارب العلميه، في الخرجات اكسيتيرا. وتيكون عند الوليدات ان دوسيي اللي تيبقى سوفينير على ديك الفتره اللي دوزو معايا في لو موا 7. غتقولوا لي دابا كومون سا سفي الوليدات العام كامل هما في المدرسه وباقي شهر 7 وغادي يكونوا باقي في ليكول؟ غنقول لكم ايه، لان شهر 7 عنده طابع خاص، الانشطه ديالو مختاره بعنايه جدا، بحيث ان الوليد كيستمتع وفي نفس الوقت كيستافد. الا غنقول لكم واحد المخيم اللي هو صيفي تربوي تعليمي، بحال مثلا دابا انا ولدي مثلا في المواسات بغيت ندير ليه دي كور دو سوتيان، عنده نقص في الكوميونيكاسيون الفرنسيه، غندير ليه دي كور دو سوتيان. شحال غادي، ولا مثلا بحال هكذا غندير ليه كور دو لونغ، غادي ندير ليه في النهار كامل غندير ليه 2 ساعات، 2 ساعات مدة 3 سمان كوغ انتنسيف. هنا في المدرسة المخيم من الصباح حتى العشية، وهو لو كوغ كاين الفرنسية، باسكو دوك لي زاتولي كلهم تنديرهم اون فرونسي. غنديرو الطبخ غنديروها بالفرنسية، دوك لي زانغريديون بالفرنسية، وديجا داك الطبخ هداك الحاجة اللي غنصوبو عندها علاقة بلو تيم اللي اختارينا في الأسبوع، إما لي سافور، إما لي كولور، إما لي فورم، إما دونك أي حاجة مترابط بزاف. سبور، نوع هذا النشيد اللي غادي نختاره، الموضوع ديال المسرح، المسرحيه، ديك التجربه العلميه اللي غادي نديرو، يعني واحد المحور تيكون دوك كاع لي ديسيبلين تيهضروا على نفس داك المحور. بغيت نقول لكم على حساب يعني الوليدات اللي تيكونوا في هاد لو كون ديتي، الاختلاف مثلا بالنسبة للآباء اللي باغيين أنهم يختاروا واحد لوكون، أو واحد باغيين يختاروا واحد المخيم لوليداتهم، خصو يشوفوا شنو هو داك البلوس اللي غيتزاد لولدهم. إيه غيديروا دي سورتي، إيه غيديروا أنشطة، إيه، ولكن شنو الحاجة اللي في الآخر ديال داك المخيم غتخرج كنتيجة من غير أنه تيستمتع وتدوز وقت زوين؟ شنو الحاجة دو بلوس اللي غادي تنفعو من بعد؟ دونك هاد النقطة سطرو عليها مزيان، لان انا كنحاول ما امكن ان الوليد كي غيدخل المدرسه وكي غيخرج هذاك المخيم الصيفي، خص تكون واحد الحاجه اللي بحال بصمه، بحال داك المحيط ديال المدرسه، يعني تبصم في داك الوليد. وابسط حاجه ولا اقل حاجه ولا المينيموم اللي كنبغيها تكون هو لو كوتي ديال الفرنسيه، كوميونيكاسيون، اديسيبلين، وبيان سور داك السافوار اللي تيشد، وهادشي كلشي تيديرو الوليد وهو مستمتع، كيجيني انه فرحان باغي عارف ان كاين الجديد، وملي تيمشي تيمشي مسخسخ لعند والديه في انتظار انه يجي لو لوندوما وغيتلاقى مع صحابو، غيتلاقى مع لا ميتريس، وغيتلاقى. دونك انا ان شاء الله غندير لكم سلسله الفيديوهات ان شاء الله الرحمن الرحيم، سلسله الفيديوهات على هذا المخيم هذا. غادي ناخد لكم مثلا درت ليهم شي سيونس ديال الطبخ، غادي نصورها لكم شنو هما الجمل اللي تنستخدم، شنو المحور اللي خدمت عليه. مثلا بغيت ندير لهم تجربه علميه، غادي نقول لكم باش بديت، باش تليت، والوليدات اش كنسولهم شنو تيجاوبوني. بحال دابا بغيت ندير لهم مثلا درس ديال لونغلي، او لا شي اغنيه، او لا شي رقصه، او لا شي سبور، او لا شي سورتي، او لا غادي نحاول اني نحطها لكم باش انكم تعيشوا معنا هاد الاجواء هادو الصيفيه. دونك لو سكري، السر من هادشي كلشي هو يعني النجاح، باش كنضمن النجاح ديال الحاجه اللي غادي ندير، وان الوليدات غيتلقاوها، وان غادي تنجح وغتعطي واحد الفي زوين. لو سكري هو الشخص
واش هو داك الحاجه اللي تيديرها مقتنع بها، واش ديك الحاجه اللي تيديرها وديجا هو يعني دارسها وشايفها. دونك هذا هو سي لو سكري ديال اي حاجه انها تنجح، سواء كخدمه سواء كهوايه سواء كبروجي، هو ان الشخص اللي تيديرها واش مقتنع بها. دونك اللي تنجيو حنا عارفين الحاجه اللي تنخدموها، دارسينها وشايفين الاهداف ديالها وعارفينها، راه اوتوماتيكمون تنمشيو ديريكتومون صوب الهدف. دونك سي سا لو سكري. دونك نشوفكم في هذا السلسله الفيديوهات ان شاء الله، و ا تري بيانتو.